صباح الخير صباح الخير صباح الخير. بنكررها 3 مرات إيمانا منا بكل ما تبقى من خير بلبنان. بدنا نتابع تنقول حلول لا مشاكل عم بتقل شوي شوي، ما بعرف إذا على أيامنا. مع ضيفنا اليوم، طبعا اليوم لقاء رح يوضع فيها النقاط على حروف كتير من ملفات وشكاوى. بحترم طلته ومصداقيته وجرأته وصراحته وموضوعيته، لأنه ما بيسأل شو بدكم تسألوني، وطبعا بيعطي مجال لحتى نقدر نطرح عليه السؤال المفترض يكون بوقته ويجاوبنا عليه. اليوم مواضيع كثيرة رح نحكي عنه، ولكن يلي لفتني كلام قايله بيقول فيه: في ظل الظروف الاستثنائية جدا التي يمر بها لبنان، بات هدفنا مع الأسف كمان هو المتأسف أن نبقي مدارسنا مفتوحة. طبعا هذا الشيء بخلينا نقول أنه دايما يصبو للخير، لأنه لا يخفى على أحد يا أصدقائي أن ما مر على المتعلمين في لبنان لا يوصف، وهي أول مرة يعاني منها القطاع التربوي اللبناني من أزمة مماثلة، بدءا من التحركات وصولا إلى الجائحة، إلى الانفجار الهائل الذي هز بيروت، إلى الزلازل الاقتصادية اللي أتى أثرها أقوى بكثير على مقياس التربية من أثر الهزات الأرضية. ضيفنا المدير العام للتربية، رئيس اللجان الفاحصة، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشعر، بيقول: مع كل هذه المصائب لم ولن نستسلم، ولكن لا يكفي الآن أن نفكر كيف نعوض على أولادنا الفاقد التعليمي. خلينا نلاحظ بالرغم من كل المشاكل راح إلى هذه الناحية اللي هي جسر استمرار أولادنا وقاعدة أساسية حتى يكفوا سنتهم الدراسية. بل وأكثر من أي موضوع وقت مضى، منحتاج اليوم لدعم نفسي واجتماعي، صحيح؟ ومن هون أولت الوزارة من خلال المديرية العامة للتربية بجهاز الإرشاد والتوجيه وبالتعاون مع المركز التربوي ومشروع كتابي الأهمية الكبرى لوضع الإطار المرجعي للتعلم الاجتماعي الانفعالي ضمن عدة مشاريع. وطبعا من هون بيقول ضيفنا: لأول مرة تم تخصيص ساعة للتعلم الاجتماعي الانفعالي بالمدارس الصيفية التي أقيمت بالسنتين الأخيرتين، وهو ما أطفى مناخا تعليميا أو تعلميا إيجابيا في المدارس. عماد الأشعر المدير العام للتربية، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. حبيت بلش من هون تنهرب شوي بالبداية بهذه النظرة التفاؤلية، تنقول اليوم المسؤول بيعترف بيقول يا جماعة عندنا مشاكل، هون بنقول أنه مدرك تماما آلية أو طبقة الحلول من وين بدنا نبلش فيها. فاليوم بهذه المرحلة من وين بدك نبلش؟ كثير المشاكل، مشاكل كثيرة صحيح، حلول قليلة كمان صحيح، لأنه ما في إمكانيات، مش قصة إمكانيات، ما فيك تخطط. ونخططت لأسبوع تلاقي حالك بعد يومين الخطة تبعك صارت نص قيمتها، ونخططت ليوم تلاقي حالك من عشية لعب الدولار طلعت صيرفة طارت خطتك كلها. مشان هيك نحن عم نشترح معجزات، بعتذر يعني ما لنا لا رسل ولا قديسين ولا أصفياء، بس نحن بظرف، أنا مؤتمن صحيح، وأنا بجرب كون عقد مسؤوليتي وبتحملها. إيه نحن قدام واقع ولا مرة قطع، يمكن الزلزال يلي ضرب سوريا وتركيا يلي كل التعازي كل التعازي للشعبين مصاب كبير وكارثة كبيرة، اندفن يلي اندفن وتصلى على اللي تصلى عليه وتطبب يلي تطبب، وبلشنا هلأ بمرحلة إعادة الأعمار. بس الزلزال يلي ضربنا ما عم بيخلص، هن إجا على مقياس 7 ريختر، نحنا إجا على مقياس 7 تربية هزة وبعده عم بهزة. عم نجرب ما يوقع البيت علينا ولا يوقع الهيكل علينا كلنا سوا، لأنه هيكل التربية إذا وقع وقع لبنان. ما بعرف من وين بدي بلش، لأنه كله يعني كله مهم، كله بودي. في مدارس هالسنة مكملة عادي بشكل طبيعي؟ نحن الحمد لله التنين الماضي، ومشكورين الأساتذة وكل التحية لقلهم، لبوا النداء ورجعوا، وطباعا النسبة عم تكبر بنسبة إن كان بالابتدائي وإن كان بالثانوي. الابتدائي تقريبا وصلنا على حدود 97%، تما أكون متفائل أقول 100%، لأنه في مشكلة في بعض المدارس، في بعض الأساتذة ما رجعوا، عندهم بعد اعتباراتهم و مطالبهم يلي مصرين عليها محقة؟
من عم نقش احقيتها محقه صحيح، بس اطلب المستطاع حتى تطاع. انا عندي حتى تطاع، انا عندي مطالب، وانا عندي انا موظف كمان، انا مني بعيد عنهم. راتبي بيوقف بالبنك مثلهم، وراتبي بيروح لما بتروح بيطلع الدولار، ما بيجي لعندك، وراتبي بيدوب ما بيجي لعندك. لا اكيد لا، انا بروح بجيب الراتب بقى. بالتالي مشكورين رجعوا بالابتدائي الثانوي بعد في شوية حديث نحن وياهم، وأكيد هن أساتذة ثانوي يعني كمان نخبة بالمجتمع مثل أساتذة الابتدائي. إن شاء الله نرجع منكفي ونسكر النصاب كله. طب سيدي، اليوم نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة عم بيطالبكم، وفي اجتماع إذا ماني غلطان اليوم الساعة 3 بعد الظهر لحتى يقرر إذا بكرة سيعلن أضراب إذا ما أمنتوا لهم للأساتذة بالمدارس الخاصة 5 لترات بنزين أسوة بالتعليم الرسمي. النائب نعمة بنوجه له تحية ومصبحه. نعم. دايما شخص بيطالب بالحقوق وبيتابعها وبيواظب عليها. نحن بظرف بفتكر الحوار مهم قبل ما نروح على الإضراب، لأن الإضراب ما رح يودينا إلا على الخراب. أضربت الجامعة اللبنانية سنة الماضية، كان عديد طلابة 80,000، السنة عديد طلابة 50,000. أضربوا المدرسين والمدارس الثانوية سنة الماضية، كان عديد طلابنا 83,000، السنة 61,000. يعني نحن عم نخسر عدد طلاب. هؤلاء الطلاب في ناس راح على الخاص، بس في ناس ما راحت لمطرح، في ناس راحت على الطرقات، في ناس. وهذا دليل مش عافية، ودليل مش صحة لبعدين. بدون مصاري تيجوا على شغل، دليل مش صحة بعدين. يعني هو نصب للنائب انه انا حتى على الاجتماع يمكن ما قادر انزل لانه لم يعني ما في اي مبادرة لتطبيق اي قانون بيعطينا حقوق. هو النائب بيعرف شغلة مش كبسة زر. اذا طالب بالخمسة لتر هلأ للمعلمين بالخاص اسوة بالمعلمين بالرسمة، مش معناتها اذا الوزير قال له ايه مثلا فرضا، النتيجة هذا موضوع يرتبط بمجلس الوزراء وصولا الى مجلس النواب لاقرار هذه. بس ليش دائما وزارة التربية مطالبة؟ هي مهمتكم انتم تأمنوا البنزين ولا يعني بنحكي معكم انتم بالانتاجية بصراحة؟ يمكن وزارة التربية لانه في 4 ملايين او 5 ملايين لبناني بالبلد. نعم. ما راح احكي عن غير اللبنانية لان صاروا ادنى. نعم. كله بيتعاطى تربية، كل واحد عنده تلميذ، إن كان بالجامعة أو إن كان نعم. بالمهنية أو إن كان بالمدرسة، وبالتالي الكل يتعاطى تربية والكل يتكلم تربية. وبفتكر البلد لما كان بفترة معينة في 97% متعلم، في 3% أمية، هذا كان دليل مهم جدا. بس يا خوفي تنقلب هالآية ونوصل لمطرح ننبش على حدا يقرأ لنا شي مكتوب. الاجتماع رح يكون اليوم الساعة 3 اليوم إذا الله رضى. دخان أبيض ولا أسود سيتصاعد؟ ما في إلا دخان أبيض بالنتيجة. ما في إضراب بكرة يعني؟ النائب نعمة نشدته مرتين على نعم. على بالراديو مرتين إنه نعم. بدنا نقعد ونحكي وبدنا نلاقي حلول، وما في شيء ما بيتلاقي له حل. حقه الطالب بحقوق المعلمين في المدارس الخاصة، بس حقه يسمع لنا، وحقنا نسمع للمؤسسات التربوية الخاصة شو عندها. طيب. ورح نجرب طبعا مع الوزير، معروف رجل حوار ورجل بيعرف يستوعب الأمور ويحلها، لازم نسمع ونحل. كم يوم بعد فيه للمدارس؟ ما هو هون السؤال. نحن هيدا شباط مشي، نحن صرنا 13 بعد فيه بعد فيه 15 يوم. نحن درسنا 47 يوم بالتعليم الرسمي درسنا. أوكي. هلا بدنا نرجع، رجعنا كفينا، نحن بحاجه لحدود 75 يوم بعد تنسكر العام الدراسي بشكل طبيعي. يعني في امتحانات رسميه مثل ما اكد ابونا يوسف نصر، هي لازم كلنا نسعى يكون في امتحانات رسميه. مشان هيك جوابك خوفني. لا رح كفي لك. ما قلت ايه او لا، قلت لازم نسعى تيصير فيه. انا بدي اعمل امتحانات. انت رئيس لجنه الفحص؟ انا رئيس لجنه الفحص، انا لازم اعمل امتحانات، انا لازم احمي شهادتي، أنا لازم أحمي أولادي بهالمدارس، أعطيهم جواز عبور لو قد ما يكون هالجواز العبور يمكن مش مثل مأخوذ قبل بالدول الخارجية بقيمته، ونرجع نرد لها قيمتها لهالشهادة. مشان هيك يجب أن تجرى هذه الامتحانات، وبحالتها الطبيعية يجب أن تجرى. أما وأن قلت لك في عنا
عائقين. العائق الأول، هل سنتمكن من استكمال أو تعويض ما راح بالإضراب؟ عندنا بحدود 30 يوم راحوا بالإضراب. الأساتذة شو وعدوك؟ الأساتذة من خلال الروابط كان وعدهم صريح وواضح، رح يصير في تكسيف. الروابط تمثل؟ أكيد الروابط تمثل. تمثل. والروابط لما قالت نفك الإضراب الناس رجعت على مدرسة. هلأ في بعض الحالات الحرة يلي هي شايفة حالة خارج هذه الروابط بنشوف بعدين نحن وياها شو بنحكي. بعدها اعتصامات أمام وزارة التربية ليه؟ باب التربية وقلبها مفتوح لكل الناس يعبروا عن رأيهم، كل إنسان عنده رأيه وحر، ونحن بلد حرية لحد الإهانة بس، يعني في حرية. تفضلت حضرتك كنا عم نحكي تحت الهواء، في حرية مقبولة 100%، وفي حرية بتبطل الحرية بتصير صفاقة ويسمعها. مشان هيك نحن الوزارة دائما حاضرة تستقبل، بالنتيجة هاي الوزارة وزارتهم كلهم. وزارة المعلمين، وزارة الطلاب، مثل ما هي أنا بروح عليها كموظف هذه الوزارة، مش حكر علي. أنا اليوم بفهم، يعني أنا عم بحكي يعني كمتابع، نسيني اليوم أنا أعمل في الإعلام، ما بحب كلمة إعلامي أبدا، ولكن أنت تتعرض في كثير من الأحيان مقالات لاتهامات، واتهامات كبيرة ومزعجة 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 وموقعة في إلها ناس وأصحاب، أنت بتسكت وما بتحكي. طب هذا السكوت شو معناته؟ عندي بيت بالضيعة بالحرب انهدم، كان بيت حجر، هاو الحجار عم بستعملهم، بركي فيني أرجع عبيه وعمره، يرشقوا قد ما بدهم. اللي عنده شيء غلط علي في قضاء يتقدم فيه للقضاء، وأنا حاضر لأي محاسبة بحال كنت غلطان. طيب. كل إنسان عنده رأيه، والإناء ينضح بما فيه. قلنا حضرتك إعلامي ونفتخر فيك، إعلامي مخضرم إلك تاريخك، ولا مرة زحت بريت الخط والأصول. في ناس عندها يمكن هاي الأصول بتشوفها هيك لازم تحكي لا تكسب مطرح ومساحة بالضوء. أنا ما رح رد على الشخص يلي هيك تما زد له مساحته بالضوء، وحكي رأيه مشكور على رأيه، وفي عنده رب يحاسبه بعدين. طب اليوم أنت تتهم، يعني بتبلع هذه الاتهامات؟ أنا ما نعمل شيء، ماني متردف عن حالي أبدا. ما يعني منك محمي سياسيا من حدا؟ ربي حاميني، الشمس طالعة والناس قاشعة، ما عندي مشكلة لهون بس. هل قدي يا أخي ما عنده شيء؟ أنا عم بقله يلي عنده أي مستند أو أي ممسك في قضاء يا أخي، ونحتكم للقضاء. سعادتك يعني أنا بحترم هذه الصراحة. من يومين ثلاثة الفيديوهات اللي توزعت شو صار بالوزارة بموضوع الطلاب العراقيين، أنا دغري تلفنت لك وقلت لي 1+1=2 وحكينا. ولكن عبر مواقع التواصل كمان استنسابات وآراء واتهامات، يعني اللي صار مقبول بكبر. نحن عم نحكي لو كانوا أولادنا نحن موجودين كنا رح نقبل هذه الصورة؟ شو صار؟ تعرف نظرية نيوتن، الفعل ورد الفعل. ودائما الرد الفعل بده يكون موازي للفعل بقوته يقدر يحمله. اللي صار فعل، صار مجموعة من الطلاب بعدد كبير فاتت على بهو الوزارة صوب قسم المعادلات، ورد الفعل كان وقع واحد من الطلاب بالأرض، جربوا يشيلوه، صار في تدعيس. شو سبب الوقوع؟ عنده ربو أو شيء داق نفسه مدري شو، لأ مطرح مزروك. جربوا يشيلوه، صار في تدفيش، الموظفين اللي عندنا صاروا يدفشوا، رجل الأمن تصرف بطريقته، مجموعة من الطلاب العراقية كمان صار تدفش العراقي الطلاب زملائهم، يعني بس تنشيل الولد عن الأرض. اللي قلته أنا الفعل وردة الفعل، ردة الفعل كانت خطأ، ونحن اعتذرنا وبنرجع نكرر الاعتذار. حلو. انه الخطأ كان نتصرف بهالطريقة. اعتذرت من مين؟ نعتذر من الطلاب العراقيين والجالية العراقية والعراق الحبيب يلي مكانته كبيرة بالبلد. حلو. وما عندنا مشكلة اذا اخطأنا نقول اخطأنا، بس كمان غيرنا يعترف في خطأه. ومع هذا وكله نحن التصرف صار ورد الفعل صار، رد الفعل غلط كان فينا نعالجها بغير طريقة. يمكن بلحظتها الشباب ما كان عندهم طريقة إلا هي. هلأ عم جرب عم نعالجها تنكون الأشياء أحسن. طب الكاميرات اليوم موثقة اللي صار كله؟
هلا انا عندي فلومه بس لا. انا ما بحطها وما بدي فوت بالسجل الاعلامي بالكاميرات موثقه كل شيء ومبينه عمليه الفوته كيف فاتت ومبينه عمليه الباب في كيف ثغره بمكان المياه كيف رح ينكسر كان تيفوتوا لجوا وكيف الشباب اوكي تصرف غلط وعملوا رده فعل هاي رده فعل بالنتيجه نحن بشر بمطرح عندك رده فعل عم تدافع عن حالك غلط بنصلحها في حاجه صارت في عندك شي 300 واحد فاتوا ضربه وحده على مطرح قديش عدد الموظفين اللي عم يستقبلوا هال 300 نحن يمكن ما عندنا 10 موظفين عم بيقوموا بهالمهمه 10 عم تقيم عراقيين وكل الجنسيات ولبنانيه نحن السنه الماضيه انجزنا 6000 معادله لطالب عراقي فقط عندك 5000 طالب لبناني بكالوريا فرنسيه عندك بحدود ال 1000 بكالوريا دوليه عندك غير جنسيات عندها معادلات يعني وزن. عندك ونحن إدارة عم نشتغل بشكل أعرج موظفين عم نتبناهن عم نترجيهن عمول معروف تاع عشوائي لأنه بالنتيجة هذا موظف كمان كم يوم كيف في ناس عم تيجي يومين في ناس عم تيجي ثلاثة باليوم بالمونة لأنه قراب بالنتيجة يعني هاي تانك البنزين 1,700,000 كيف بده يجي هذا إذا ما عاشوا 3 ملايين أو 4 ملايين هذا اللي صار اجتماع عند دولة الرئيس في حل هلأ يطرح إن شاء الله من هلأ الأربعة بيكون مظهر والقصة بتخلص يعني بنقدر نقول إنه كل يلي بده يكتب شيء بيقدر يتقصى الحقائق بيقلوه خاصة بهذه المرحلة أنا حاضر ما عندي مشكلة وحكيوا معي كتير وكان الجواب هيك وما بدها هالقد تنخلق ممكن نخلق أزمة سياسية بينه وبين العراق الحبيب بالنتيجة قطعنا بظروف أصعب من هيك كان العراق جنبنا وبعده جنبنا ونحن جنب العراق بكل ظروفه بقى أزمة من هالنوع ما لازم تخسرنا علاقاتنا طيب يعني كل هذه المواضيع لحتى الناس اللي هلأ عم بيتابعونا أو دخلوا هلأ على المتابعة بنقول اليوم في اجتماع بعد الدورة الساعة 3 مع وزير التربية نقابة المعلمين والمدارس كلها لنشوف إذا بكرة سيعلن أضرب أم لا حضرتك أنت متفائل أنا بقول لا أنت بتقول لا لما لازم نضرب حرام اولادنا بكفي نلعب اولادنا والله اولادنا مش مستوردينهم ما بقى يحملوا سنة تالتة بالبيت يا عمي عم ندمر تربية عم ندمر جيل تدمير جيل بده 3 أجيال تيعمروا شو عم نعمل كلنا سوا انا مش عم بتهمهم انا معهم كلنا سوا شو عم نعمل اي لبنان نبني بعدين بكره انا بعد 20 سنة اذا بدي طبيب ما رح لاقيه رح انطر طبيب الشنطة يلي كان يقطع ايام جدي بالضيعة تأسأله انا شو بني كل شهر يقطع مرة منا نوع على واقع مش عم بحكي مسل ولا عم بحكي اخلاقيات في واقع على الارض بلش يبين نخبة المعلمين مع احترامي للمعلمين الباقيين فلت من البلد في عنا واقع تربوي خطير جدا واقع تربوي خطير جدا ما بقى نكبل ايدينا اوكي ما في مصاري يعني مش ما في مصاري خيي بدنا انتبه ما لك لما بدي وصلك بدي خبرك شغلي معلش خبرني بتقطع بايام ببيتك نعم يمكن معك تشتري ربطة خبز بس اذا نفسك كبيره بفكروك عندك الفرن وليمة. عندك الفرن نعم نحن الناس نفسنا كبيره وفينا نقطع وقطعنا بازمات وفينا نقطع هالازمه مش مسل بدنا نخلص بلادنا ما إلها خلاص الا بالتربيه نحن لو ما عنا جالية لبنانية بالخارج شو صار بلبنان سكروا علينا كل شيء إلا جالية يلي عم تمد أهلها هون 6 أو 7 مليار دولار عم بيفوتوا على البلد من وراء الجالية اللبنانية هاي الجالية إذا مش موجودة شو عملنا الله يقويك أنا عم بسألك بهذا الموضوع المالي لأنه يعني كمان عبر مواقع التواصل نشر مقطع فيديو بيقول أنه محضر لمجلس الوزراء أعطى إحدى الشركات 367,000 دولار لتنظيف وزارة التربية. نعم. بهذا يعني بهمني أنا كمان إنك أنت توضح لي هل المعنى هو هذا العقد الصحيح مش صحيح اتفاقية بالتراضي وضح لي شو صار. أول شيء لم يتم الاتفاق واحد. اثنين وزير التربية وعرض واقع الوزارة. نعم. هذه الشركة كانت عندها عقد مع مجلس الماء والإعمار. نعم. خلص هذا العقد. أوكي. هذه الشركة لازم تفل نعم. ونعمل استدراج عروض تا نجيب شركة جديدة ونمشي فيها شو بدها تعمل الشركة؟ هذه الشركة بتضوي الوزارة تعمل صيانة المصاعد تعمل صيانة الكاميرات
بتعمل صيانة أجهزة الحريق، بتعمل صيانة المواقف، بتستعمل صيانة المبنى كله. هلأ إذا حدا بيروح يحب يتصور شوفوا الجاي بالوزارة كيف صارت، لأن لهم أسبوعين وقفوا عمل النظافة. هي شغلة مش بس نظافة. طب إذا اتفاقية التراضي معمولة ليش ما بتتنفذ؟ لم تتم، بالعكس مجلس الوزراء كلف وزير التربية التفاوض مع شركة هايكون لإعادة النظر بالعقد المطروح. وهذا العقد هلأ تمت مناقشته في لجنة ناقشتهم، وفي اقتراح رح يرفعوه للوزير، الوزير بيرفع المجلس الوزراء بطريقه، وقدرت اللجنة تنزل من هالقيمة. طب مع احترامي لمصداقيتك ولقلك، ولكن وقت اللي نحن بنعمل يعني سبوت على مواقع التواصل نقول أنا معي ملف ومعي ومعي صح ومعي ومعي صح، يعني شو تفسير قدامك في خمس ورق فيك تقرأ جملتين وتضوع عليهم وما تقريني البقى. أوكي، في لا إله وفي لا إله إلا الله. طبعا أنا عم بقول لك أن عم بعت العقد على مجلس الوزراء إلى الشركة المعنية. انتبه، وهذا العقد مش معناتها هذه الشركة ستستمر، لأنه نحن بدنا ثلاثة أشهر تنطرح استدراج عروض، تنطرح عرض على الشركة المهتمة بهذه المرحلة. إذا هاي الشركة بتوقف نحن بنطفي الوزارة. الشركة اللي هلأ كنتوا عم تشتغلوا معي يعني. ايه؟ مش شركة جديدة قلت لي. لا، نحن رح نعمل استدراج عروض لشركة جديدة. نعم، يمكن هاي يمكن غيرها بحسب الأصول. نعم، وبما أنه بدها ثلاثة أو أربعة أشهر تتكون بين تعمل الاستدراج وتفض عروض وتروح على العرض المالي وما شابه من ذلك، نحن اضطرينا نعمل هالعقد. نرفع مجلس الوزراء، كلف الوزير التربية بالتفاوض مع الشركة، بلشتوا تتفاوضوا وزير اللجنة المكلفة أنهت التفاوض. نعم، رح ترفع تقرير اليوم بدور وزير التربية، بيرفع تقرير مجلس الوزراء مع شركة هايكون. نعم، والقرار لمجلس الوزراء. ابدا مش هيك، ومش بس تنظيف، برجع بقول نعم الوزارة 18 طابق، الوزارة فيها ثلاث مولدات، الوزارة فيها 100 قصة، الوزارة في صيانة بواب، في حرس، هالحرس الموجود برا اللي بيحرس الوزارة. نعم، في 100 خبرية. نحن ما عملنا اي عقد بالتراضي مع حدا. اذا بنرجع بنكرر كل ما ينسب يعني لوزارة التربية، مفترض يتصلوا بالمكتب الإعلامي أو بحضرتك أو كله موجود له جواب لحتى يكون كله، والما له جواب ساعتها تحية لشركة هايكون، لكن أنا وياك نحييهم سوا. سيدي، بهالمواضيع اللي كمان نحن عم نحكي فيها اليوم، الأساتذة كلهم عم بيطالبوا بدولارية الرواتب، وأنا كمان أو وأنت كمان أو يكون في منصة. أنا مش موظف، أنت مش موظف. نعم، مش عم طالب كمان دولار، يعني راتبك شو عم يعمل؟ يعني هذيك اليوم اجاني رساله من المصرف انه نزل راتبك واشترينا لك عصايره فكانت 45,000، من عشيه طلعت صارت 70,000. عملوا معي يعني شيء منيح، يعني لانك عماد العشر. ايه ما شفت كيف لا، ما انا راتبي عم بيروح وراتبك عم بيروح. الاساتذه برجع بقول ما يطالبون به محق. بالنتيجه انا لما كان راتبي على اللبناني بيوازي $3,000، هلأ صار على اللبناني بيوازي $120. نعم، كمان أنا بالنتيجة وعم بيتضاقل. وغير هيك هالمئة دولار اللي أنا عم بقبضها، يا ريت عندها قوة شرائية مثل $100 برا. يعني حتى الدولار ما عنده قوته الشرائية بالبلد، قد ما في تضخم وقد ما في غلا. طب يعني نحن عم نحكي كتير أمور، بنرجع لموضوع يعني الإمكانيات المالية لألكم، يعني لو كانت مش لألنا بس بواقع المشكلات أو المشاكل بوزارة التربية، ما لازم تنحط المشاكل كلها بوزارة التربية. وزارة التربية بما هي مسؤولة عنه عملت اللي لازم. أما بموضوع صيرفة للمعلمين فقط، ليه ما عندكم صيرفة خاص فيكم؟ لأنه شغلة بيعود لمجلس وزراء يقررها، ومجلس وزراء انطرح والوزير حمله. الوزير ما خلى طلب للروابط، ما حمله على مجلس وزراء، حمل الموضوع الطبي وتقديمات التعاونية حمله على مجلس وزراء، حمل قاعدة صيرفة اللي عم يطالبوا فيها، حمل بخط اليد كاتبين الروابط، حمله مثل ما هي وقراها مثل ما هي بمجلس وزراء. كانوا عم يطالبوا بصيرفة 15,000 أو 20,000. بس بالنتيجة القطاع العام كله بده يقول لك أنا بدي صيرفة، وان رحنا على قطاع صيرفة حددوا لنا اياه، ما بعرف شو بيعملوا لنا فينا بالدولار.
المشكلة أنت بيعطوك أعطيوني معيش معيشان حد معيشة بس أخذوا مني 6 معيشات أعطيوني معيشان كان دولار 30,000 هلأ 70,000 محظوظ يعني أنت من المحظوظين شو بدي فيهم في ناس لهلأ ما وصلت لهم بعد شو هن المعيشين ثلاثة ساعتك كمان الموضوع اللي احنا عم نحكي عنه يعني انطلاقا من كل المشكلات ولكن واقع كنا عم نسمع 90 دولار و100 دولار و50 دولار للمدراء تبع المدارس يعني كل هذه الامور ورسائل بلشت توصل للاساتذه والى ما هنالك يعني من الطرق بيسعى معالي الوزير انه يفتح بوابه لحتى نقدر نكفي هذا العام الدراسي بهدوء ورواء واستقرار قديش صرنا ناجحين او تجاوزنا مرحله الخطر بواقع وصول لكل صاحب حق حقه نحن كل همه مع الوزير كان بخلال تفاوضه وانا بحييه لهذا الرجل نعم يعني اوقات بحسده على طولة باله وطولة صبره ابدا انا بقول له انا محلك ما فيني قد ما نفسه طويل وبيستوعب وبعيد وبيستوعب وبعيد لا قدرنا وصلنا لحل وقاضي هلا انه ما انا هذا الشخص بعرفه ذهنيه القاضي ايه؟ بيقرا وبيحلل وبيتابع نعم. على رواق ليقدر يصدر القرار الصح اللي قدرنا وصلنا واطلقنا العام الدراسي نعم. مشكورين الروابط مشكورين كل حدا ساهم بهذا الموضوع قدمت اللي لازم تقدمه الوزاره من شو صار مدفوع عن شهر تشرين صار مدفوع 12,015 استاذ اليوم في 15,000 راح ينبعث لهم رسائل نصيه ل 100 دولار عن شهر اكتوبر وبكره بننجز الباقي للتعليم ككل حلو التعليم الرسمي بانتظار الدفعه الثانيه يلي راح تجي بعدين اذا نحن عم نجرب بنعرف واقع بنعرف نقل وانتقال الاستاذ بطل بلاش بطل ما لا يحسب له حساب تنكي 1,700,000 مش لعبه اليوم بكره اكثر يعني ايه ما هي يعني اليوم خي هلا يمكن قبل ما اطلع انا وياك من هون ما بعرف شو بتصير برا بقى معه الحق مشان هيك انا بقول لك ايه حققنا فجوه بهالجدار اللي عم يتسكر حوالينا تيخنقنا سكروا علينا مصارف سكروا علينا هبات سكروا علينا مساعدات سكروا علينا بعد في الهوى جربوا يسكروا لنا اياه بكورونا الحمد لله قطعنا منه بعد في التربيه خلونا نحافظ على التربيه ما قلنا الا التربيه اذا قلنا اليوم عندنا امتحانات رسميه قديش بدها شغل معك كرئيس لجنة فحص نحن بلشنا من شهر الماضي بلشنا قبول طلبات الترشيح بلشت اجهزه الوزاره تشتغل نحن الامتحانات مفترض يكونوا خلصوا المنهج الامتحانات ايه طيب بس الامتحانات بفكروها هي بس اخر 10 ايام هاي الامتحانات بتبلش من راس السنه ببلش التحضيرات لها في 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 جيش من الناس اللي بتشتغل بالامتحانات قبل بس كله هذا تحت الطاوله ما حدا عم يشوفه وهذا واجبنا وعم نعمله وايش بيحضر الامتحانات وايش بيكون حاضر الامتحانات عندي ايام لازم اعوضها على المتعلمين انا والروابط بدنا نتعاون نعود ان كان بالابتدائي وان كان بالاساسي وان كان بالثانوي عوضنا وقدرنا نلاقي ايام للتعويض خاصه انه عندك شهر نيسان مثلا شهر نيسان في 8 ايام عطل دراسه ليه كله عطله عندك فصح غربي وفصح شرقي ورمضان ان شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والبركه نام تجيب ايام طب بالمناسبات الاستثنائيه ما فينا نصغر راح نصغر بس كمان انت بتعرف حساسيه البلد وكل واحد كل واحد بيقول لك توقف عندي ما راح يقبل لا بلا في تجاوب الحس الوطني عند الاساتذه عالي وهو اساتذتنا هن علمونا الحس اللي نحن فيه بالتالي انا متفائل طب متفائل بدك تجاوبني على 50 دولار ليش للمدراء 50 دولار زياده المدراء لانه في مدراء بتضل من الصبح لعشي نعم تعمل دوامين والاستاذ لا مش كل الاساتذه ونحن كان بحسب النص اللبناني بمطرح كان الاستاذ يطلع المدير يطلع له 20% زياده عن المدرسين كبدل اداره بالتالي
هيدا حبت يعني بمسعى مع الوزير بالتفاوض مع منظمة اليونيسف حب يكون في $50 زيادة للأستاذ للمدير وليس لرشوته إنما لشكره ولحثه على نشتغل. إشارة حلوة لرشوته، إشارة حلوة. حدا عليك؟ إيه، أحدى الصحف حطت وزارة التربية ترشو المديرين، مدري ترشي المديرين، ما قريت الخبر. أوكي، بناخد بريك وبنرجع نتابع سوا مع عماد الأشعر المدير العام للتربية بلبنان. بريك وبنرجع. بعدنا معك، مشاكل فوق الهواء وتحت الهواء بدها حلول. سعادتك، موضوع بنحكي نحن فيه عن مشاكل المدارس الرسمية، وكتار يشيدون بالقطاع الخاص وبيقولوا انه كتير مهم ويا لطيف. ليش ما بيصير في دمج لبعض المدارس الرسمية؟ لانه في مناطق بنشوف فيها عدد كبير وفيهم عدد طلاب عليل. في فكرة لحتى نتساعد نخفف هذه المشكلة، ندمج المدارس او نستعين بالقطاع الخاص بهذا المجال؟ اول شيء يمكن السؤال اذا بدنا نمشي فيه يفهم منه خاصة انا، نعم، من موقع القديم بالوزارة يلي بعده يلي هو مسؤول عن المدارس الخاصة، نعم، بوزارة التربية. واول ما جيت اتهمت اني جاي خصخص جاي خصخص الرسمي اول ما حضرت. المطلوب ان كان من صندوق النقد وان كان من البنك الدولي وان كان من كافة المانحين اعادة هيكلة او ادخال اصلاحات. نحن خلال سنة، انا صار لي سنة وشهر مستلم هالمنصب، خلال سنة فيني اقول انه فوتنا دينامية جديدة على الوزارة، فوتنا اصلاحات جديدة على الوزارة. من ضمن هالاصلاحات هلا عندنا داشبورد صار ممكن بعد شوي ينحط للجمهور، ببين المدارس، ببين شو المدارس، ببين اعداد المدارس والمعلمين وكل شيء. ومن ضمن هالاصلاحات عملية دمج المؤسسات لنوفر كادر بشري، لنوفر اجارات، ولنوفر مصاريف ما بقى فيها الوزارة تتحملها. اذا من ضمن الاصلاحات يلي طلب الوزير يعني؟ ايه هلا عم نشتغل فيها، طلب الوزير نكون عم نحضرها. هيدي اول نقطة، عملية دمج المدارس الرسمية. ما حدا يسمعني ويقول الخاصة، ما جبت سيرة الخاص، رسمية، الرسمية ببعضها يعني. بمنطقة اكس عندي مدرستين حط بعضهم، في وحده بتساع 700 والثانيه بتساع 800، كل وحده فيها 100 على بالي كم مدرسه، وحده 100 مثلا، وحده 100 ها بده يدمجون. اوكي، بخفف من كل شيء بقى في خطه هيك فالنهائي يعني بلشنا اكيد. والمبدا ننقل على ملكنا ونترك المستأشر. توجه، طيب توجه، هيدي اول خطه. ثاني خطه او السؤال اللي سالته حضرتك انه الاستعانه بالخاص، بفتكر الابتدائي الرسمي منه قاصر. في خاص عم يستعين بالابتدائي بالرسمي، والدليل يمكن 30% من اساتذه الخاص بالمرحله الثانويه، نعم، هم اساتذه ثانويين بالمدارس الرسميه. مين مشاكله اكثر بهذا القطاع اليوم، الرسمي ولا الخاص؟ كل واحد عنده مشكلته بحسب حجمه ونوعه. اي حجم اكبر، خاص ولا رسمي؟ هلا عندك الخاص فيه 800 ألف تلميذ، أكيد حجمه أكبر، نعم، بس الخاص يملك الحرية أكثر من الرسمي بالتحرك لأنه مش علقان بالبيروقراطية. وهذا اللي عم جرب نخففه بالرسمي عبر توزيع الصلاحيات، عبر توزيع المهام، عبر تكليف المدراء بمهام ما كانت قبل معطاة لألون طبعا بالمراقبة. في أشياء جديدة فاتت على الوزارة بدها نتفت بس هوا ووقت تتبلش تتظهر. في اشياء جديدة، والرسمة ليس بقاصر. الرسمة رفض البلد بالاساس بقامات وعقول وناس بعد لهلا بتعطي، وهلا عم بيعطي ورح يضل يعطي.
ان شاء الله. طب موضوع ترميم المدارس، بتعرف بعد الهزات يلي صاروا من شوي انت يعني اتيت على ذكر موضوع يعني زلازل وعزيت يعني اهالي الضحايا الذين سقطوا، وتمنينا الشفاء العاجل لكل الجرحى. مدرستنا نحن نعمل عليها يعني جولات مسح سريع لحتى ناكد ما نرجع نكرر اللي صار بمدرسه الامريكان بطرابلس. نحن دغري من نهار اللي صارت الهزه بالليل، ثاني نهار كان في توجيه وطلب من كل مدراء المدارس للتعاون مع رؤساء المناطق التربويه والبلديات والهيئه العليا للاغاثه او اي مصدر ممكن يستعينوا فيه للكشف على مدارسهم. بالمقابل وحده الهندسه بالوزاره كانت عم تتحط خطه وبلشت تجول على المدارس يلي وصل تقارير عنها، ودغري صارت تجي التقارير وعم نستعمل صرنا الواتساب بانتظار تجي الورقه، يعني نعم. تنكون عم نسرع الاشياء تنلاقي الامور في مجموعه. هلا عم ينعمل سكرينينج تتنزل تنشوف الاكثر حاجه يلي لازم نخليه نخلى في مدرستين ثلاثة أربعة اللي هني من يحافظون تم إخلاءهم ببيروت ولا لا منتشرين، ويلي لازم يكون عنده ترميم وإصلاح فوري عم يتحول وعم ينعد فيه. أحسب مين هو بدها تتم هذه يعني نرجع لوضع الإمكانيات. نحن لا إذا ما نحكي بالإمكانيات نعم بتطلع بموازنة وزارة التربية ما فيها بند صيانة أو باب صيانة أو ترميم أبداً؟ نشال من سنة الـ14 ما عاد نحط. يعني أنت قالوا لك إذا ما بيجيك هبات أو مساعدات أنت ما فيك تعمل شيء بمدرستك. مشكورين البنك الدولي عبر القرض يلي قدمه يلي هلأ عم نشتغل فيه، مشكورة منظمة اليونيسف يلي كمان عم تقوم بعملية ترميم. عندنا بحدود 120 مدرسة ترميم، وعندنا أعمار 4 مدارس جديدة. وين؟ عندنا مزرعة يشوع، عندنا بدهور شوير، عندنا عندنا بشمال وحدة، عندنا يعني موزعين هؤلاء 4 مدارس. والمشروع جاي، في عندنا الكي اف دبليو الألمان كمان في مشروع واصل لمدارس جديدة، لبناء مدارس جديدة. طالما عندنا نحن مدارس وعم نفكر نبنيهم، ليش عم نرجع نبني؟ ليش عم نرجع نبني؟ أول شيء عم نبني بمطرح كله حوله مستأجر. نفضي المستأجر ونجمع المدارس بمدرسة واحدة. نعم. بالتالي بصير عندنا مدرستنا وزارتنا ملكنا بخف الإيجار. إن شاء الله. بيعيد توزيع الكادر التعليمي والبشري بطريقة علمية ودقيقة، وبنطلع من المشكلة اللي بتقول عندكم تضخم وعندكم فائض وعندكم. طب المواضيع المهمة بدنا نخطو فيها أنا وياك موضوع ملف الاستشفاء، يعني أنت أشرت له سريعا، يعني اليوم الأستاذ بأي حالة يعني مغطى صحيا؟ عيني الإلهية. الأستاذ والموظف مؤمن. نحن اثنيناتنا نتبع لتعاونية موظفي الدولة. نعم. تعاونية موظفي الدولة من خلال المدير العام دكتور خميس يحيى. نوجه له كل تحية. سعى سعيه ووصل يزيد تقديمات ضرب 10. يعني كانت التقديمات الصحية 100 مليار صارت 1000 مليار. بس هالشيء ما بكفي وبنعرف كثير منيح، وخاصة هلا مع دولرة المستشفيات رايحين على مصيبة جديدة. المطالبة بأرقام مش وزارة التربية. برجع بقول المشكلة نحن كوزارة على المنارة على سطح الجبل. نعم. الكل عم يطلع عليها. نحن بنقوم بما بيسمح لنا القانون نقوم فيه. منكثف دروس، منخفف دروس، منوزع معلمين، منجرب نأمن حوافز مدى الانتاجية للمعلمين، منتحاور مع المعلمين. أما موضوع تأمين بدل النقل فهو يعود لمجلس وزراء، أما موضوع تحسين الظروف الطبية والصحية والتقديمات الصحية فهو يعود لمجلس وزراء. بس المشكلة ما حدا عم بيفصل، الكل عم بيطالب عباس الحلبي يكون سوبرمان ويشترح معجزات مش من صلاحيته، أو يعطينا صيرفة للمعلمين
دون غيره. المعجزه المنتظره لاجتماع بعد الظهر اليوم الساعه 3، لانه عن جد كثير عم يجيني انا مراجعات، ما في معجزه بموضوع اضراب المدارس. الاستاذ نعمه صديق قديم وله صولات وجولات وقلتها ومتفهم، رح يحضر الاجتماع ان شاء الله، بيجي بنحكي نحن وياه، ممكن اونلاين نعمله، ما في مشكله. نحن انا ونعمه بنحكي 100 مره بالنهار، بنوصل لحل، ما لازم نضرب، ما بقى يحملوا اولادنا يقعدوا بالبيت، ما بقى يحملوا يصيروا عبيد لهيدا، بكفي. انا بدي اشكرك وبحب طمن بالختام، نرجع ناكد يعني انه في امتحانات رسميه بمسعاكم. نحن نعد ونسعى حلو لاجراء هذه الامتحانات، وبرجع بقول قد ما تضيق الدنيا نعم وقد ما يشد الليل في ضوء جاي. كمان هلا وردني سؤال، بحق لاستاذ غير لبناني يعلم بمدارسنا؟ حسب شو جنسيته؟ سوري. لا، واذا موجوده هذه المشكله في وزاره العمل، هي بده يكون عنده اجازة عمل. استاذ عم تعلم لغة عربية. التلميذ السوري، الاستاذ الفلسطيني. نعم. في اتفاقية بمطرح نسمح له يعلم مواد محددة، فيزياء، كيمياء. هي لغة عربية عم تعلم استاذي. أما التربية والتاريخ والجغرافيا. لغة عربية. باللغة العربية فيك تعلم تربية وجغرافيا كمان. مدير انا بدي اشكرك وبدي احييك وحيي جهودك وبشكرك على الوقت اللي قطعت موعدك واعطيتني اياه. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك، حضرتك رئيس لجان الفاحصه، رئيس مصلحه التعليم الخاص والمدير العام للتربيه عماد الاشهر. نحن لهون اصدقائي بنكون وصلنا لختام حلقتنا، لقاءنا بيتجدد يوم غد بنفس الموعد، الى اللقاء.